انت رايك ايه في الماتش امبارح؟ رايي يا احمد انه زي ما انت قلت كده اختبار صعب جدا ومهم جدا قبل مباراه الوداد. والحقيقه انه بالرغم من النقص العددي احمد بعد طرد السوليه، بالرغم من ضياع ضربه الجزاء من قفشه في نهايه الشوط الاول، وبالرغم من خروج كهربا بدري مصاب، وبنطمن حضراتكم انه باذن الله كهربا هيسافر مع الفريق المغرب ان شاء الله، ولسه يمكن كنا بنتكلم معاه من شويه وقال لنا ان هو كويس جدا وانه طبعا افضل من امبارح بكتير، وباذن الله يكون في ماتش الوداد بنتمنى ده طبعا، لكن هو هيسافر مع الفريق اكيد. بالرغم من الحاجات دي اللي اكيد اثرت، الا انه الحقيقه لعيبه الاهلي امبارح كانوا رجاله جدا، وده اللي احنا متعودين عليه منهم، كانوا واقفين في الملعب صح جدا، كان في التزام تكتيكي بتعليمات المدرب، والحقيقه انه ما كانش الهدف بس ان احنا ما يدخلش فينا جون، لا كان كمان في خلق فرص وخلق هجمات. وفي الشوط الثاني ما كناش محظوظين فيها، بس ده كان حاصل، وزي ما موسيماني بيقول انك تخلق فرص وتضيع منك احسن بكتير مما تخلقش فرص اصلا. امبارح اللعيبه كانوا رجاله جدا بالرغم من الغيابات الكتير اللي موجوده، الا انه الحقيقه كان في قافلين المساحات الخطره كويس جدا، كان في نظام في الدفاع كويس جدا، ده كله لفت نظرنا. واللي لفت نظري اكتر يا احمد انه مع طرد السوليه يمكن التركيز والمجهود زادوا الضعف، وهي دي ميزه النادي الاهلي، انه لو لاعب اتطرد العشر لاعبين بيلعبوا في الملعب كانهم خلاص بقوا 20 لاعب. ولما الناس بتسال ليه الاهلي في القمه محليا وعالميا، ده علشان دي روح النادي الاهلي. امبارح النادي الاهلي كان بيلعب المباراه دي برغم ان هي زي ما انت قلت مباراه صعبه جدا، فيها التحامات قويه جدا وشديده في الملعب، الا ان هو كان بيلعب المباراه بروح المكسب، وكان احنا محتاجين الثلاث نقط دول جدا، ولا كاننا حاسمين الدوري من بدري.